ظهرت في كابينة الطائرة. سوف تتدلى أقنعة الأكسجين تلقائياً. قم بسحب القناع الأقرب مما يفعل سريان الأكسجين. ثبت الشريط المضغطي حول الرأس مع تغطية الأنف والفم وتنفس بصورة طبيعية. بعد تثبيت قناعك يمكنك أن تقوم بمساعدة من هم لحاجة لذلك. في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضع الانحناء إلى الأمام. في حالة إخلاء الطائرة سترشدكم الإضاءة الأرضية إلى أقرب مخرج طوارئ. قم بتحديد المخرج الأقرب إليك الآن. مخرج الطوارئ واسع على جانبي الطائرة كما هو موضح على الشاشة وعلى المقاطع لتتسلم. في حال الهبوط الاضطراري على الماء سيتم استخدام الزلاجات الموجودة على هذه المخارج وقوارب للنجاة. سترة النجاة موجودة تحت المقعد أو تحت مسند الذراع بين المقاعد. عندما يطلب منكم ذلك أخرج سترة النجاة من مكانها. أدخل الرأس عبر الفتحة العليا. صل طرف الشريط وثبته بإحكام. سوف يتم توزيع سترة النجاة للأطفال إذا ما دعت الحاجة. بعد مغادرة الطائرة اسحب المقابض الحمراء بشدة حيث ستنتفخ سترة النجاة. في حالة عدم انتفاخ السترة أو إذا كانت بحاجة لمزيد من الهواء انفخ خلال هذه الأنابيب الحمراء. يجب نفخ سترة النجاة المخصصة للأطفال داخل الطائرة. لمزيد من المعلومات قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جنوب المقاعد. نشكركم لحسن انتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Please pay attention to the following safety demonstration. Make sure that all of the members are securely overhead and are on the seat in front of you. We ask that you take care of those with your items, as items may be shifted from the front. It is forbidden to place hand luggage in front of the emergency exits or in the aisle. For safety reasons, it is forbidden to use any electronically operated life vests should be included in the box inside the aircraft. For more information,